مأمورية إنسانية من الداخلية إلى معهد الأورام لتجديد بطاقة مريضة مسنة. وزير النقل وجميع العاملين يعتذرون لراكب تجاوز في حقه كمسارية قطار المنصورة. بروتوكول تعاون لزيادة الاستثمارات بمحافظات الصعيد. نشطاء يعبرون عن سعادتهم بتطوير وسط البلد. في لفتة إنسانية استجابت وزارة الداخلية لاستغاثة مريضة مسنة بمعهد الأورام، حيث قامت بإفادة مأمورية من إدارتي حقوق الإنسان والأحوال المدنية إلى المعهد القومي للأورام لتجديد بطاقة الرقم القومي للمريضة والتي تعاني من ورم سرطاني بالفك، وذلك عقب استقبال منظومة الشكاوى الحكومية لطلب معاونتها في تلقي الخدمة الطبية. أكدت وزارة النقل اعتذار وزير النقل وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسارية القطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة بالتجاوز في حق أحد الركاب، مؤكدة احترامها واحترام كافة العاملين بالسكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص. تسعى هيئة الاستثمار للتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة والعمل على الاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصاد المصري وقطاعاته المتنوعة، حيث وقع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب مع رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد اللواء سامي الشناوي وقعوا بروتوكول تعاون لزيادة الاستثمارات بمحافظات الصعيد. تصدر هاشتاج وسط البلد قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد التطوير الكبير الذي قامت به الحكومة مؤخراً، حيث عبر نشطاء عن فرحتهم بتطوير منطقة وسط البلد وإعادة شكلها الحضاري، حيث قاموا أيضاً بنشر عدد من الصور للمنطقة ليلاً مؤكدين أن القاهرة عادت إلى سابق عهدها من حيث المظهر الجمالي، كما دشنوا أيضا على جانب آخر هاشتاج السيسي مر من هنا ليتصدر قائمة التداول. تابعونا دوما عبر منصاتنا الإعلامية المختلفة. في أمان الله.